اهلا بيك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قناة عصافير الدينا. موضوع حلقة النهاردة دورة حياة طائر الهجرومو. طائر الهجرومو ده طفرة من طفرات البادجي، بنسميه طائر الفلل. لا يختلف كثيرا عن طائر البادجي سوى وجود تاج على راسه او شيء من القصة، وموجود ريش على الجناحين وعلى الظهر على شكل فلة، وعشان كده بنسميه الفلل. طائر الفلل أو الهجرومو بيتزاوج زي البادجي في سن 6 شهور للذكر و8 شهور للأنثى. بتخش الأنثى البياضة بتبيض من بيضتين إلى 7 بيضات في الدورة، وترقد عليهم مدة 17 يوم. بعد مرور 17 يوم هتبدأ الفراخ تطلع أو تفقس من البيض، ويبدأ مرحلة التأكيل من الذكر للأنثى والفروخ. بتظل أنثى الهجرومو في البياضة بتراعي فروخها مدة 35 يوم. مدة 35 يوم، بعد مرور ال5 أسابيع أو ال35 يوم هتكون فراخ الهجرومو أو الفلل ريشت. هم قدامنا دلوقتي في البياضة، ما اكتملش لسه ريشهم. مع تمام ال5 أسابيع هيكتمل الريش، هتبدأ تطردهم بره القفص إلى الأرضية. إن ما عزلناهمش هتبدأ تمارس عليهم العنف عشان تبدأ دورة حياة جديدة ودورة بيض ودورة إنتاج. إن عجبك الفيديو اعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا، واعمل مشاركة للفيديو. نرحب بالأسئلة والاستفسارات بتاعتكم، هنجاوب عليها كلها. إلى اللقاء في فيديو آخر. تقبلوا مني كل تحية.